يا مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وسادسه، ساعه ورا ساعه ويوم ورا يوم مستنيين انطلاقه طبعا كاس العالم للانديه، وعندنا كلام كتير. والحقيقه يمكن ساره كانت بتتكلم على اجواء ما قبل المونديال. يعني مساء الخير يا ساره. طبعا مساء الخير عليك يا احمد، وشكرا على اللي انت عملته عشان كنت عارف ان انا عايزه اتكلم في حاجه. ميرسي جدا طبعا، ومساء الخير على حضراتكم. يعني حلقه جديده من برنامج السادسه، وزي ما عودناكم هيكون معانا كل اخبار البعثه ان شاء الله في المونديال او في كاس العالم للانديه. بس قبل ما نروح للاخبار دي ونكمل فرحتنا واحتفالاتنا بان احنا في كاس العالم للانديه، وطبعا هو مش كفايه، احنا بنتمنى باذن الله ان احنا نفوز باول مباراه قدام الدحيل، واللي هي مباراه مش سهله ابدا، ولكن النادي الاهلي قدها. كنت حاسه بس انه عايزه اقول انه قد ايه في ناس قاعده مركزه بس مع النادي الاهلي، وده احنا متعودين عليه، بس تركيز زياده عن اللزوم انه هو في ايه بقى؟ ما ايه كاس العالم للانديه دي بطوله يعني شرفيه، ده انتوا هتخسروا. الناس دي لو مركزه في نفسها اكيد هيبقوا في حته تانيه خالص. فكره ان انت قاعد فاضي دي مشكلتك انت. انت قاعد فاضي؟ لا، احنا مشغولين، احنا عندنا حاجات الحقيقه مهمه، عندنا كاس عالم للانديه عشان نوصل له، احنا تعبنا قوي. انت عشان توصل لكاس العالم للانديه ده بتفوز بدوري محلي، بطوله صعبه، بتقعد فتره فيها كده عشان تفوز طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وبعدين تشارك في دوري ابطال افريقيا وتفوز بدوري ابطال افريقيا، يجي قفشه كده يبهرنا بالقضيه ممكن، وبعدين تقدر ان انت توصل لكاس العالم للانديه عشان تبقى ضمن افضل 6 انديه في العالم، تبقى انت وبايرن ميونخ في بطولة واحدة، تبقى انت وبايرن ميونخ بتتنافسوا مع بعض. انت طلعت من المستوى المحلي والافريقي وبنتكلم على مستوى عالمي. النادي الاهلي في حتة تانية خالص، انت دلوقتي بتنافس اكبر نادي في العالم وهو بايرن ميونخ على بطولة واحدة. كسبتها بقى ولا ما كسبتهاش ده موضوع تاني خالص. انت حتى لو خسرت كل حاجة لا قدر الله، انت من افضل 6 اندية في العالم. انت دلوقتي بتبقى مصنف انت في بطولة برشلونة نفسه ما دخلهاش، وانديه تانية كبيره يا احمد. صحيح، هو الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام ناس هوايه شويه. يعني احنا امبارح جزء من حلقه امبارح كنا بنقول الاهلي من اللحظه اللي انتهت فيها مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا والمكاسب حدث ولا حرج زي ما بنقول، وكلمنا انه المكاسب في المشاركه في بطوله زي دي مش بس مكاسب رياضيه، يعني كونك تشارك تطلع اول تطلع تاني تطلع سادس دي قصه، وانك انت تحقق ريكورد وتدي مساحه لجيل كامل ما شاركش في بطوله كبيره بالحجم ده وما لعبش مباريات رسميه مع انديه بالحجم ده، ده في حد ذاته مكسب. ناهيك طبعا على المكاسب الاقتصاديه الكبيره جدا اتحققت. مكاسب البطوله دي وصل 16 مليون دولار، رقم خيالي بالنسبه للانديه المصريه، يمكن بالنسبه لنادي زي بايرن ميونخ او زي يعني انديه اوروبا ما هوش رقم كبير قوي، وبياخدوا طبعا في بطولات محليه وبطولات قاريه هناك نفس الارقام دي يمكن اكتر، لكن بالنسبه لانديه افريقيا وبالنسبه لانديه اسيا وبالنسبه لكونكاكاف لا، في ارقام كبيره جدا كمردود اقتصادي. الناحيه التجاريه اسمك لما يتحط في بطوله العالم وتكون النادي الوحيد اللي بيمثل قاره افريقيا بتمثل قاره 6 مرات، رقم قياسي لا يتفوق عليه سوى اوكلاند سيتي، ده في حد ذاته ليه قيمه وليه مردود وليه تسويق. حجم الشعار المردود بتاع شعار النادي الاهلي لما يتم استغلاله بعد مشاركته في البطولة دي في حتة تانية خالص. فاحنا بنتكلم على سكيل تاني، على مستوى تاني خالص. مش هشغل بالي، هشغل بالي بكراستنا، وكراستنا بتقول عندنا ماتش مهم جدا، وكل ما بيقرب على فكرة ميعاد الماتش بحس شوية للأسف الشديد انه يعني انه في استسهال، او انه احساس انه المباراة مضمونة. انا الحقيقة مش مطمن للقصة دي، وحاسس انه خدوا بال حضراتكم، ممكن يكون الدحيل مش في افضل مواسم او افضل موسم ليه مقارنه بمواسم كتير سابقه قبل كده، نتائجه السنه دي فيها مشاكل، عنده مشاكل في خطوطه، ده حقيقي. لكن قصه المشاركه في كاس عالم الانديه دي قصه تانية خالص، ملهاش علاقه بمشواره، ملهاش علاقه بعدد الاهداف اللي تلقاها، وملهاش علاقه بنقاط الضعف اللي عانى منها على مدار السيزون. لو جبنا النهارده اي نادي في العالم وادينا له فرصه المشاركه هتشوف مستويات اداء مختلفه تماما، هتشوف لعيبه عندها دوافع وحوافز كبيره جدا انها تتالق في بطوله العالم كله بيتابعها شئنا ام ابينا، اوروبا بتتفرج عليها، امريكا بتتفرج عليها، افريقيا بتتابعها، كل الانديه النهارده عندها الرغبه في انها تشارك، وكل اللاعبين عندهم رغبه كبيره، حلم كبير لاي لاعب كره قدم انه يكون موجود في محفل زي ده، وبالتالي لما يكون موجود توقع انه المستوى يكون في اعلى قمه، اتوقع انه المردود يكون في احسن مستوى، وبالتالي المواجهه ليست بالسهله على الاطلاق، وخصوصا كمان انك بتلاعب
صاحب الأرض والضيافة، ودي بالتأكيد بيكون ليها تأثير شوية حتى وإن كان في الروح المعنوية أو الحالة المعنوية للاعبين. على كل أحوال هنتابع النهاردة تاني أيام الأهلي في المونديال، وهنشوف آخر أخبار الفرقة، ونشوف النهاردة كان في أكتر من يعني موضوع مهم نسلط الضوء عليه، ونقدم لحضراتكم صورة كاملة عن تاني أيام الأهلي في المونديال. النهاردة ما فيش سؤال، النهاردة هيكون في إجابة، ومن النهاردة إن شاء الله اليوم الدحيل هنوقف سؤال اختيار أفضل ثلاث لاعبين النادي الأهلي، لأنه الشهر انتهى. النهاردة هنعلن عن الفائزين في مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، وده كان يمكن يكون أو كان أعنف تصويت عملته جماهير النادي الأهلي من بداية الموسم، من بداية ما طرحنا فكرة اختيار أفضل لاعب في الموسم على خطوات أو مراحل. تصويت غير طبيعي الحقيقة، ونتيجته كانت مفاجأة بالنسبة لي، مش مفاجأة عشان الاسم، مفاجأة لحجم الإجماع ده في حد ذاته. وهنعلن كمان في حلقة النهاردة عن لاعب شهر يناير في النادي الأهلي. نروح لعناوين الأخبار. نروح للأخبار والعناوين. كابتن عبد الحفيظ بيقول نثق في قدرات لاعبي الأهلي ونقدر فريق الاتحاد. الشناوي تركيزنا في مباراة الدحيل، والحديث عن مواجهة بايرن مرفوضة. الجهاز الطبي للأهلي يؤكد تحسن حالة محمد هاني. الخطيب يتسلم شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في مونديال الأندية. النهاردة نهائي الحلم بين السويد والدنمارك في ختام مونديال مصر لكرة اليد. وميسي يحصل على أغلى عقد في برشلونة. برحب بحضراتكم من جديد. وتقريباً مع كل إنجاز الأهلي بيعمله بيبقى فيه حالة من الهجوم كبيرة على النادي الأهلي، اعتدنا عليها وما عندناش مشكلة فيها، علشان أنت لو مش كبير وناجح مش هتتهاجم بالشكل ده. بس الحقيقة أنه الموضوع مش بس يعني محلي أو معروف محلين، ولكن وصل كمان لبره، لجنوب أفريقيا. يمكن جريدة The South African أو الموقع كان بيتكلم على أو منزل مقالة من يوم واحد بس، بيتكلم على أنه في هجوم على بيتسو موسيماني من المدربين أو بعض المدربين في مصر، وأنه بيقول يوم تاني أهو، يوم جديد وهجوم جديد على بيتسو موسيماني، وكأن يعني في إيه استمرار في الهجوم على مدرب أو المدير الفني للنادي الأهلي. الكلام كان بيقول في المقال أنه في أحد المدربين بالدوري المصري أو بنادي في الدوري المصري في الدرجة الثانية، في قاع الدرجة الثانية، ده اللي مكتوب بالضبط في المقالة، بيهاجم بيتسو موسيماني وبيتكلم عليه، وبيقول انه لو هو مدرب ناجح هنشوف له نتائج تانية، وانه بيتسو موسيماني مجرد تدريبه بس للنادي الاهلي ده اللي بيخليه ينجح، يعني ان هو لو كان بيدرب اي فريق تاني ما كانش هينجح ولا هيحقق اي بطولة من اللي احنا شفناهم ولا هيحقق اي نجاح، ولكن هو علشان بيدرب النادي الاهلي اللي هو ارض خصبة وفي لعيبة كويسة فعشان كده بينجح، ولكن هو مدرب غير كفء. ده المكتوب في المقال، يعني حاطين بالضبط احد المدربين قال الكلام ده، وبيقولوا انه ده مش اول مدرب او اول شخص في مصر يتكلم على أو في المنظومة الكروية يتكلم على بيتسو موسيماني ويهاجمه بالشكل ده. وبدأوا يقولوا في المقالة أنه قد إيه في نادي سان داونز دلوقتي في فرق كبير قوي بعد ما موسيماني مشي، انه لو موسيماني مش مدرب كبير ما كانش هيقدر ياخد بطولات مع نادي سان داونز، وكمان ان هو يقدر يحقق بطولات مع النادي الاهلي. وفي يعني حاله من الغضب، يعني انه بدات الناس تعلق انه ازاي موسيماني مدرب كبير، ولو ما كانش مدرب كبير ما كانش حقق كتير مع سان داونز، ما كانش حقق لحد دلوقتي مع النادي الاهلي، وبالرغم ان هو جه في وقت قليل وحاسم، ولكن قدر ان هو يتوج مع النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، وقدر كمان أنه هو يتوج بكاس مصر ووصله لكاس العالم للأندية، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نشوف يعني مستوى كبير في كاس العالم للأندية. ولكن أنا يعني شايفة أنه قد إيه فكرة الهجوم اللي حصلة دي على مدير فني، يعني احنا نعمل إيه أكتر من كده، أو النادي الأهلي يعمل إيه أكتر من كده؟ ياخد بطولة النادي الأهلي بيتهاجم، بطولتين ثلاثة يوصل كاس عالم للأندية النادي الأهلي بيتهاجم. أنا مش هعلق، أنا عرضت الموضوع زي ما هو، أنت علق بقى. لا، هو ببساطة شديدة جدا، عشان الموضوع ده احنا يمكن حتى لما تفتكري لما حصلت حالة هجوم متكررة في كذا يوم ورا بعض احنا يمكن كنا علقنا وسألنا سؤال بسيط جدا ومنطقي، هل لو كان مستر موسيماني بيدرب فريق تاني في مصر غير النادي الأهلي كان هيتعرض لنفس النقد أو الهجوم؟ بلاش. في كام مدير فني في مصر أجنبي؟ كام واحد منهم تعرض للحملة الممنهجة دي أو تعرض للهجوم بهذا الشكل؟
على الرغم من ان في مديرين فنيين معاهم فرق يعني خليني اقول محسوبه علينا انها فرق من العيار الثقيل او بتمتلك سكواد محترمه، يعني عندها فرق او عندها نجوم، ورغم كده نتائجها في منتهى السوء، يعني مقارنه بحجم انفاق او ميزانيه الانديه دي الحقيقه ده اهدار مال او اهدار مال خاص بقى في الواقعه دي. ورغم كده ما شفناش المديرين الفنيين دول، رغم انهم اجانب برضو ورغم ان نتائجهم على عكس من مستر موسيماني في منتهى السوء، ما شفناش ان هم بيتعرضوا لهذا الحجم الشديد. انا مش هقول من الانتقاد، لانه الانتقاد في او النقد في وقت من الاوقات ممكن يكون نقد ايجابي وبناء ياخدك لقدام، يعني ما يهدش المعبد عليك، لكن حتى مجرد نقد ايجابي ما تعرضوش لهذا. فالرجل سواء كان مستر موسيماني او غير مستر موسيماني كان مدام شايل مسؤوليه النادي الاهلي، ثقي تماما ان هو هيبقى متعرض لنفس الحملات الممنهجه، وده جزء بيبقى محاوله برضو لجذب الانتباه. يعني في وقت من الاوقات ممكن تبقي عايزه تشدي الاضواء ليكي او تشدي يعني الناس ليكي. بتكلم على النادي الاهلي واتكلم على مدير الفني، ده بيبقى منهج برضو. والحقيقه موسيماني برضو احمد يعني رد على ده قبل كده في مؤتمر صحفي وقال اللي عايز يقول حاجه يقولها، ودي ناس يعني قديمه او فوق يعني سابقين، مدربين سابقين او غيره او لعيبه سابقه، ولكن انا اللي عايز يقول حاجه يقولها، انا ماليش اي رد على ده، انا بشتغل والناس بتشوف شغلي وبتشوف نتيجه شغلي او نتائج شغلي. وانه زي ما في ناس بتقول ده، في ناس بتقول الحلو، وذكر يمكن كابتن وائل جمعه اللي بيقول انه لما قابله قال له انه انت عامل شغل يعني هايل مع النادي الاهلي. طيب نبتدي اخبارنا مع حضراتكم، وانا كنت في بدايه الحلقه بتكلم انه احنا بطوله كاس العالم بالنسبه لنا تتلخص دلوقتي في مباراه الدحيل فقط ولا غير، نقطه ومن اول السطر. يعني ما حدش اتمنى طبعا من جمهورنا دي، ما حدش يشغل باله بما بعد، يعني لما نبقى نفوز نبقى نفكر في الخطوه اللي بعدها، لكن احنا كاس العالم كله دلوقتي هو مباراه الدحيل. ويمكن دي الرسالة الواضحة، يعني يمكن حتى كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده كان ليه مجموعة من التصريحات بيتكلم فيها في نفس الموضوع ده، بيقول إن إحنا بنقدر تماما المنافس النادي الأهلي في المباراة، دحيل فريق قوي وفريق ليه احترامه وبيضم عدد كبير جدا من الأسماء، وفي نفس الوقت ثقتنا كبيرة جدا في نجوم النادي الأهلي، وأكثر ثقة في إنه شخصية الأهلي بتكون حاضرة بشكل قوي جدا في المناسبات الكبيرة. وأعتقد أنه اللاعبين كمان ونجوم النادي الأهلي مدركين لده، مدركين أن هم شايلين على كتفهم حلم لملايين النادي الأهلي، شايلين مسؤولية كبيرة جدا بتمثيل النادي الأهلي في واحدة من أهم البطولات اللي خلاص بقت جزء وتقليد من ثقافة الأهلوية أن هم يشاركوا دايما في مونديال العالم للأندية. كمان خليني اقول لحضراتكم ان كابتن محمد الشناوي طبعا كابتن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اكد على اهميه مباراه الدحيل القطري اللي جايه، اكد على ان هي مهمه جدا وصعبه جدا، وقال كمان انه تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراه الدحيل القطري الافتتاحيه، ومفيش اي كلام عن اي مباراة تانية، يعني ما بنتكلمش أبدا على مباراة بايرن ميونخ. وقال كمان إن أي كلام عن مباراة بايرن ميونخ مرفوض تماما، وخاصة إن احنا بنتعامل مع الأمور خطوة بخطوة من أجل الوصول لمباراة بايرن ميونخ. لازم نتخطى فريق الدحيل القطري أولا، وكل اللعيبة عارفين الموضوع ده بشكل جيد وفاهمينه كويس جدا. وقال كمان إن لاعبي الأهلي عندهم حماس كبير جدا إن هم يحققوا نتيجة إيجابية قدام الدحيل القطري علشان يتخطوا الدحيل القطري ويكملوا مشوار كأس العالم بنجاح. قال إن هو بيحترم أو الفريق كله بيحترم فريق الدحيل، وفي رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين في منافسات كاس العالم للأندية، وان هم سعداء جدا بالدعم الكبير من جماهير النادي الأهلي سواء عند استقبالهم في المطار او بمجرد الوصول لفندق الإقامة. وقال احنا بنتعاهد، مهم قوي الكلام ده، دايما على تحقيق الانتصارات والبطولات من اجل اسعاد جماهير الوفية، جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتكون خير داعم لينا على كافة المستويات. طيب خلينا نروح لزميلنا امير هشام من مقر إقامة النادي الأهلي، نتعرف على أخبار اليوم النهاردة وأهم عارف النهاردة كمان كابتن محمود الخطيب كان عمل اجتماع مع بعثة النادي الأهلي وخصوصا المسؤولين عن الناحية الإدارية والإعلامية. أمير مساء الخير وأهلا بيك معنا في السادسة. مساء الخير عليك محمد، تحياتي ليك وتحياتي لصورة وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم. أهلا بيك، يعني تدينا أهم ملامح النهاردة أمير كده وتقول لنا، يمكن عرفنا أن كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مع بعثة النادي الأهلي النهاردة وكان في تأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة المتعلقة بالمشاركة طبعا في مونديال الأندية.
طبعا النهارده دي ابرز الملامح اللي بتتعلق او ابرز شيء حصل النهارده في يوم النادي الاهلي او في اي احد ايام بعثه النادي الاهلي هنا استعدادا لكاس العالم للانديه. كابتن محمود الخطيب اجتمع مع البعثه الاعلاميه واداري النادي الاهلي وكان ليه بعض الكلمات والتعليمات الهامه جدا بضروره الالتزام بكل الاجراءات المتبعه داخل مقر اقامه النادي الاهلي. كلام اكيد كان مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب بما انه طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي هنا وايضا بما انه رئيس النادي الاهلي، وبالتالي كانت يعني جلسه خدت حوالي 15 او 20 دقيقه وكان كلام يعني مهم جدا في الحقيقه. لكن بخلاف الجلسه دي خليني اقول لك كمان يا احمد ان الكابتن محمود الخطيب النهارده خد الشهاده من قبل الفيفا اللي مهداه من الفيفا النادي الاهلي بما انه بيشارك للمره السادسه في بطوله كاس العالم للانديه، وده رقم كبير جدا في الحقيقه بالنسبه لبطل افريقيا. كمان كان في طلب مهم جدا من قبل الاتحاد الدولي من خلال طلبهم ان الكابتن محمود الخطيب يمضي على تيشيرت باسمه لتيشيرت النادي الاهلي ويسلمه للفيفا علشان يكون متواجد في متحف الاتحاد الدولي لكره القدم. ده فيما يتعلق بهذه الامور، لكن فيما يتعلق ببعثه النادي الاهلي و اخر استعدادات الفريق، فالفريق النهارده يعني تحديدا يا احمد ويا ساره بعد قليل هيتجه لملعب المران، مران النادي الاهلي الثاني النهارده، وهو ملعب في الحقيقه بيبعد حوالي 15 او 20 دقيقه من مقر اقامه النادي الاهلي هنا، وهيواصل الفريق تدريباته استعدادا لاول مباراه امام الدحيل القطري اللي باذن الله الاهلي يكون موفق فيها بشكل كبير ويقدر يحقق نتيجه كبيره في هذه المباراه رغم صعوبتها، وده امر لازم نركز عليه بشكل كبير لان البطوله زي ما احنا عارفين بطوله غايه في الصعوبه، مش سهله المنافسه فيها اطلاقا. التركيز كمان كله منصب على فريق الدحيل القطري وكيفيه طبعا محاوله الفوز في هذه المباراه وكيفيه التركيز على تخطي هذه العقبه، وده امر مهم جدا لان ممكن يكون البعض بيفكر في مباريات اخرى احنا لسه ما وصلناهاش، وده امر مهم. لكن كل البعثه بالكامل بما فيهم طبعا الجهاز الفني واللاعبين كلهم بيفكروا بس في مباراه الدحيل القطري، ازاي ان احنا نتخطى هذه العقبه وازاي نلعب هذه المباراه بشكل جيد ويليق كمان بجمهور النادي الاهلي اللي في الحقيقه استقبل الفريق استقبال اكثر من رائع هنا اول ما وصل الفريق، وكان يعني امر انعكس بشكل ايجابي جدا على اللاعبين وساهم في ارتفاع روحهم المعنويه وادهم دافع كبير جدا جدا ان هم ان شاء الله باذن الله يقدوا مباراه كبيره امام الدحيل القطري. بخلاف ذلك استعدادات كلها طبيعيه، كان في فطار الصبح بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بعديه كان في وجبه الغداء في تمام الساعه 3 عصرا، بعد كده محاضره في هذه اللحظات هتبتدي بالظبط دلوقتي من مستر بيتسو موسيماني للاعبين، وهي محاضره في اطار المحاضرات العديده اللي بيركز عليها الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني. بعد المحاضره مباشره ان شاء الله الفريق يتحرك عشان يواصل تدريباته هنا استعدادا للمونديال. امتى يا امير ممكن يعني عايزاك تطمنا على كابتن محمد هاني وكابتن حسين الشحات وتطمنا ممكن امتى محمد هاني يقدر يرجع ينتظم في التدريبات الجماعيه؟ طيب نبتدي محمد هاني. محمد هاني الشد عنده مش قوي قوي، شد في العضله الخلفيه اللي جاله في مباراه بيراميدز اول 6-7 دقائق كده مش بالقوه اللي ممكن تمنعه من المشاركه في اول مباراه. امبارح يعني عمل اختبار طبي وطمئن الناس بشكل كبير جدا من خلال ان هو جري حوالين الملعب وما كانش في اي شكوى او اي شعور بالام في العضله الخلفيه، وكان في سؤال مستمر وهو بيجري من طبيب الفريق ومن اخصائي التاهيل كمان ايه الموقف، هل في اي الام، في اي امور يعني حاسس بيها نريح احسن. الولد في الحقيقه كان بيأدي التدريبات بشكل طبيعي جدا، التدريبات الاستشفائيه بالنسبه له واختبار كان طبي بسيط كده، فالحاله مطمئنه بالنسبه لمحمد هاني. نسب مشاركته في المران تحديدا بعد بكره كبيره جدا جدا، يعني مران الثلاث ده هو اهم مران يعتبر بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه الدحيل لان هو المران الرئيسي بخلاف المران اللي هيكون يوم الاربعاء كمان ده اللي هيكون على ملعب المباراه، لكن هيكون في تركيز كبير جدا من مستر بيتسو موسيماني على بعض الجوانب التكتيكيه والفنيه، ربما محمد هاني يكون متواجد ومتاح بالنسبه للجهاز الفني في تدريب يوم الثلاث.
نسب مشاركته بقى اساسي من عدم، وده هيتحدد على مدار التدريبات المقبله. لكن اقل تقدير محمد هاني هيكون متواجد على دكه بدلاء النادي الاهلي في مباراه الدحيل. لكن فيما يتعلق بحسين الشحات، وفي جزئيه ممكن تكون بتغيب عن البعض ان حسين الشحات ما شاركش اصلا في مران النادي الاهلي في القاهره اللي كان اول امبارح وقبل التحرك لمطار القاهره الدولي، لانه هو كان عنده شد في العضله الخلفيه، والشد ده كان جاله بعد المباراه الاخيره امام بيراميدز. بالتالي كان في يعني اتجاه او كان قرار الانسب بالنسبه للجهاز الفني والطبي ان حسين الشحات ما يشاركش في تدريبات الامس. النهارده من الوارد جدا ان يكون في اختبار طبي لحسين الشحات، لكن ايضا نسب مشاركته في التدريبات كبيره، الاصابه مش قويه بالصوره اللي احنا متخيلينها. باذن الله بكره او بعده بالكثير برضه حسين الشحات يكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي، ومن ثم يكون متاح بالنسبه للجهاز الفني في مباراه الدحيل. وفي الحقيقه مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون بيحاولوا بقدر المستطاع تجهيز كافه اللاعبين المتاحين بالنسبه له في قائمه المونديال عشان تكون قدامه الخيارات مفتوحه ويقدر يعني يختار الشكل الانسب والتشكيل الانسب بالنسبه له في مباراه الدحيل باذن الله يوم الخميس. الامور جيده جدا، الحاله المعنويه ايجابيه جدا بالنسبه للبعثه ككل. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. في نقطه كمان مهمه عايز اكد عليها يا احمد ويا ساره، وهي تتعلق بالاجراءات الاحترازيه المشدده هنا في مقر اقامه النادي الاهلي. ممنوع منعا باتا اي فرد من خارج الفندق يدخل لمقر إقامة الأهلي، وكذلك لينا كلنا هنا كبعثة النادي الأهلي في مقر الإقامة ممنوع تماما أن حد يخرج خارج الفندق، وده أمر يعني مشدد جدا وتم التأكيد عليه مرارا وتكرارا. فده طبعا طبقا طبعا نتمنى السلامة طبعا لكل البعثة لتعليمات الاتحاد نجوم النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز امير من مقر اقامه النادي الاهلي، واستعدادا لانطلاق طبعا المونديال في لقائه مع الدحيل، المباراه المنتظره اللي بننتظرها وبينتظرها كل عشاق النادي الاهلي يوم الخميس اللي جاي. ان شاء الله تكون بدايه موفقه في البطوله. وتاكيدا على كلام امير، يمكن جهاز طبي اكد ان شاء الله انه اصابه هاني بسيطه، وكابتن سيد قال ان شاء الله منتظر انه يكون موجود في التدريبات الجماعيه بدايه من يوم الثلاث اللي جاي. النهارده مع الاسف مع الندم نهائي كاس العالم لكره اليد اللي كنت بتمنى الحقيقه المصريين كلهم كانوا بيتمنوا انه مصر يكون طرف فيه الحقيقه، ولكن يعني الحقيقه الولاد شرفونا. وزي ما قلت انا دايما ما بحبش كلمه التمثيل المشرف والخروج المشرف، يعني الكلام ده بعتبره يعني مش مقبول ومش منطقي. لكن اذا كان ده مقبول فانا اعتقد انه الحاله اللي ينطبق عليها الكلمه دي بشكل كبير جدا هو خروج منتخب مصر لكره اليد من بطوله العالم السنه دي على ايد الدنمارك بعد مباراه وبعد ماراثون طويل جدا استحق المنتخب المصري عليه، مش احترام المصريين بس ولكن احترام العالم كله. النهارده هيكون النهائي الحلم بين السويد والدنمارك، السويد اللي بعيده عن منصه التتويج من اكثر من 21 سنه، وتحديدا في نفس الارض دي وفي نفس ملاعبنا سنه 99 لما فازت على روسيا وتوجت ببطوله العالم. اما الدنمارك فبيسعى لتاكيد قوته وسطوته وسيطرته على بطوله العالم عشان يدافع عن لقبه، والانجاز اللي حققه هيكون طبعا في حاله تحقيقه النهارده يفوز باللقب مرتين متتاليين. منتخبين قويين جدا، وهم المنتخبين الوحيدين اللي نجحوا في تخطي المنتخب المصري بصعوبه بالغه في البطوله او في النسخه الحاليه. طيب انت توقعاتك للمباراه ايه؟ يعني اعتقد انه الدنمارك منتخب محترم جدا، واعتقد انه يعني هو الاقرب للتتويج عشان بطل العالم. يعني عشان بطل العالم. ماشي، نروح لصحيفه الموندو النهارده اللي قالت ان اخر عقد لليونيل ميسي مع برشلونه بتبلغ قيمته 555 مليون يورو، يعني 637 مليون دولار على مدى 4 مواسم. وقالت الصحيفه الاسبانيه اليوميه ان هي حصلت على الوثيقه اللي وقعها ميسي مع النادي الكتالوني في 2017 والتضمنت دخولا ثابته ومتغيرات ممكن تصل لما يقرب من 138 مليون يورو. قالت الصحيفه انه اغلى عقد بيتم دفعه لرياضي على الاطلاق هو العقد ده، وهيتعين على ميسي دفع حوالي نص المبلغ ده كضرائب في
في اسبانيا، وقال التقرير ان اللاعب ميسي اللي عنده طبعا 33 سنه حصل بالفعل على اكثر من 510 ملايين يورو من اجمالي العقد. انا حاسه ان طبعا التقرير ده الملايين دخلت في الملايين. انا حاسه ان الملايين دي انا حاسه ان ده قر شويه على ايه في المركب هنا يا عسكري البوروم بالظبط كده على المدفع. انا حاسه معلش اصل الملايين الارقام دي كبيره شويه. انا بصي حاسه ان هما بيقروا مش بيقولوا عقد ميسي. انت تديني نص الفلوس دي اعمل لك فرقه اجمد من فرقه برشلونه. يعني احنا بنتكلم على رقم خيالي. يستاهلوا يا احمد معلش يستاهلوا اكتر من نص مليار يعني رقم فظيع. انا ما بفهمش في الارقام بس هو يستاهلوا. على كل الاحوال خليني اروح مع حضراتكم بقى لنتيجه تصويت الجماهير في ماتش الاهلي وبيراميدز. والحقيقه يمكن المركز الاول كان اكتساح 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 من اللحظه الاولى، ويمكن الحاله الوحيده اللي ما عملناش كاونت او ما عديناش فيها الاصوات اللي حصل عليها اول لاعب في مجمل مباريات النادي الاهلي كانت في الحاله دي، لانه كان مش محتاجين حسابات، كان في اجماع تقريبا على وصول ايمن اشرف للمركز الاول كافضل لاعب في مباراه الاهلي وبيراميدز من وجهه نظر جماهير النادي الاهلي طبعا على السوشيال ميديا، في حين انه المركزين طبعا الثاني والثالث الحقيقه الوصف الابرز يعني ايمن ابو الرجوله، يعني كل جماهير النادي الاهلي خلاص ده بقى اسم الشهره بالنسبه لايمن اشرف ابو الرجوله. فايمن اكتسح الحقيقه وخد المركز الاول. الثاني والثالث قبل ما تعلني عنهم يا ساره، انت اللي هتعلن عنهم وانا بقول الجدول. طيب قبل ما اعلن عن الثاني والثالث خليني اقول ان الثاني والثالث ده شهد منافسه عنيفه جدا بين خمس اسماء، بين طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، بدر بنون، علي معلول، واحمد بيكهام. والحقيقه بيكهام كان حظى باشاده منقطعه النظير في الاداء اللي اداه او عن الاداء اللي اداه في مباراه بيراميدز، لكن التصويت حسم بفوارق بسيطه جدا المركز الثاني والثالث. في المركز الثاني كان النجم حمدي فتحي نجم خط نص النادي الاهلي، وفي المركز الثالث حسم النجم طاهر محمد طاهر المركز الثالث لصالحه وفاز بنقطه هتزيد طبعا على رصيده في جدول الترتيب اللي ساره حابه انها تعرف حضراتكم عليه. هو مش معاكي نسخه؟ بقى لازم تحرجنا على الهواء كده. طيب طبعا احنا دلوقتي الجدول اتغير اكيد في كتير، ده نتائج تصويت الجمهور على افضل لاعب طبعا في الموسم ده. اول حد في الجدول دلوقتي طبعا كابتن علي معلول بتسع نقاط، وبعديه على طول كابتن كهربا بثمان نقاط، بعدين بدر بنون في المركز الثالث بسبع نقاط، بعدين ايمن اشرف بيتقدم وبيبقى في المركز الرابع بعد ما قدر ان هو يفوز في مباراه بيراميدز بالمركز الاول، هو كده في المركز الرابع بسبع نقاط، واليو ديانج وليد سليمان في المركز الخامس والسادس بست نقاط، بعديهم كابتن محمد مجدي قفشه بخمس نقاط، طاهر محمد طاهر خمس نقاط، بعديهم حمدي فتحي اللي هو قدر يتقدم مركز بخمس نقاط برضو، محمد شريف ثلاث نقاط، عمرو السولية نقطتين، واكرم توفيق في اخر الجدول بنقطتين. متهيألي محتاج محمد شريف وعمرو السولية واكرم توفيق يشدوا حيلهم شويه، وكمان كهربا لانه كهربا ثابت على الثمانيه دول بقاله فتره طويله، فاعتقد انه يمكن هو نسبه مشاركته مش سامحه له بده، بس يعني خلي بالك بدايه وانطلاقه قويه، وهو كان لاعب الاهلي احسن لاعب في الاهلي في شهر ديسمبر، فبالتالي برضه محتاجين. ولكن فعلا ايمن اشرف يستحق، انا قلت لك من اول يوم قلت انا مش بغشش الناس، بس انا شايفه من اول ما طرحنا السؤال على الشاشه كان ايمن اشرف مكتسح المركز الاول. طيب على مباراه الاهلي مين بيرمز افضل لاعب في نادي الاهلي؟ طبعا نتيجه اختيار حضراتكم هنعلن ده في السادسه في شهر يناير، هنعلن ده في السادسه مع حضراتكم بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول.
وصلنا مع حضراتكم للإعلان عن جائزة أفضل لاعب من النادي الأهلي في خلال شهر يناير، وده طبعا طبقا وتبعا لاختيارات جماهير النادي الأهلي اللي أعتقد أنها اتفقت على مدى عطاء النجم الحاوي وليد سليمان الحقيقة اللي حقق 6 نقاط، وده كان أعلى رصيد من النقاط يحرزه لاعب النادي الأهلي على مدار كل المباريات اللي لعبها النادي خلال شهر يناير. وليد سليمان حاز على 6 نقاط في كأفضل لاعب اختاره جماهير النادي الأهلي في مباراتي سوني داب والإنتاج الحربي. ولما نبص الحقيقة لأرقام وليد نقدر نعرف أنه هذا اللاعب صاحب قيمة كبيرة جدا وقدر كبير جدا من العطاء رغم الحقيقة قلة المشاركة. خليني أقول لحضراتكم أنه معدل الدقائق اللي لعبها وليد سليمان، لعب 5 ماتشات، معدل المشاركة كانت 58 دقيقة، قدر يحرز 4 أهداف وقدر يصنع هدف واحد، نسبة التصويب على المرمى 10 تصويبات منهم 5 بين الـ3 خشبات، التمريرات الصحيحة عدد التمريرات 109 منها 89 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 83%، التمريرات البينية 5 والمراوغات 5 مراوغات منهم 3 مراوغات صحيحة. مبروك وليد سليمان. يا اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة مرة تانية. طبعا يعني مش محتاجين نتكلم على أهمية البطولة ومش محتاجين نتكلم على أهمية الاستعداد لبطولة بحجم كأس العالم للأندية، والدليل على ده هو اهتمام أكبر أندية العالم وبطل أوروبا طبعا بايرن ميونخ بالاستعداد والظهور بشكل قوي ومؤثر في البطولة والمنافسة على لقبها. بالتأكيد ده شيء طبيعي وأمر مفروغ منه. هيكون معنا مارتن فولكمر الصحفي بشبكة سبوكس الألمانية عشان نعرف أخبار استعدادات بايرن ميونخ للمشاركة في مونديال العالم للأندية. مساء الخير وأهلا بيك طبعا بداية على شاشة الأهلي. تحياتي، مرحبا لكم، أهلا وسهلا، سعيد بوجودي معكم في قناة الأهلي. طيب خليني في البداية أعرف إزاي بتشوفوا يعني أهمية مشاركة البايرن حامل لقب طبعا دوري أبطال أوروبا في البطولة، وإيه هي أهم ملامح استعداد البطل الألماني للمشاركة في مونديال الأندية؟ من وجهة نظري فترة الاستعداد للبطولة لم تكن أو لم تستغل الوقت الكافي، لأن بايرن ميونخ قد كان مشغولا بمباريات عديدة في البوندسليغا وكأس ألمانيا في الفترة الأخيرة بعد العودة إلى البوندسليغا بعد الشامبيونز ليج. من وجهة نظري فترة الاستعداد لم تكن كافية بعض الشيء من ناحية الوقت، ولكن كأس العالم للأندية وحدث خاص، حدث مهم جدا، بطولة عالم، فهي بطولة عالم بما تحمله من أهمية كبرى، فبالتالي هو حدث مهم ومشاركة مهمة لبطل أوروبا بايرن ميونخ. طيب أسمع برضو توقعاتك ورأيك في مباراة الافتتاح للبطولة اللي هتشهد مواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا مع الدحيل صاحب الأرض والضيافة، وبالتأكيد طبعا الفائز منهم هيكون في مواجهة بايرن ميونخ في دور قبل النهائي. رؤيتك للمباراة وتوقعاتك للمتأهل منها. من الصعب من وجهة نظري ومن الصعوبة تحديد الفائز في هذا اللقاء، فهو حدث ولقاء مهم بين الدحيل القطري والأهلي المصري بطل أفريقيا. أعتقد الأهلي فريق بالطبع وفريق قوي وشارك في عديد من البطولات وله الخبرات الكثيرة من تحقيق الفوز في هذه المواجهة من أجل مواجهة بايرن ميونخ في السيمي فاينل، فأعتقد لديه فرص أكبر من وجهة نظري للفريق المصري بطل أفريقيا. مشاركة بايرن في البطولة بتأتي يعني كامل العدد، هل بيعاني بايرن من نقص في الصفوف نتيجة غيابات أو إصابات ما، ولا هيشارك البايرن بكامل نجومه؟ بالتأكيد لابد عليهم من المشاركة، شيء مفروغ من، ولكن كما ذكرت حضرتك يعاني الفريق البافاري بعض الشيء من بعض الغيابات، كما نعلم أن جوريتسكا ومارتينز أصيبوا وأعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا
بالطبع بالتأكيد هذه الغيابات قد تؤثر على البايرن ميونخ، ولكن عليه من المشاركة في البطولة. ولكن كما لابد من القول أن هدف بايرن ميونخ هو تحقيق السداسية كما فعل برشلونة في 2009 من قبل، فهذا هو هدفه رغم كل الإصابات والغيابات. على مستوى الجماهير يعني أعلم تماما أنه دوري أبطال أوروبا يمكن يكون هو البطولة أو هي البطولة الأهم على مستوى القارة الأوروبية، ويمكن في العالم يمكن تكون البطولة الأهم بعد كأس العالم، لكن على مستوى بطولة كأس العالم الأندية هل البطولة بتحظى بنفس الاهتمام من جماهير بايرن ميونخ؟ هل بتحظى بنفس المستوى من الاهتمام من وسائل الإعلام في ألمانيا؟ بالتأكيد إنها بطولة هامة، وهو حدث خاص يتابعه الألمان وخصوصا جمهور الفريق البافاري. وأعتقد أن وجود بايرن ميونخ في السيمي فاينال في حد ذاته هو أمر مهم للجمهور، للفانس المتابعي بايرن ميونخ ليس فقط في ألمانيا ولكن في العالم كله. أعتقد أنها تحظى بأهمية بالغة من جمهور بايرن ميونخ ومن الألمان عموما في متابعة هذه البطولة ومتابعة بالتأكيد فريق بايرن ميونخ من أجل تحقيق اللقب. مارتن فولكمر طبعا أكيد تعرف أنه البايرن بيتمتع بشعبية كبيرة هنا في مصر، وفي متابعة دايما مستمرة بصرف النظر حتى عن مشاركته في دوري في بطولة مونديال العالم، لكن الحقيقة بنتابع ماتشاته في الدوري الألماني وفي دوري أبطال أوروبا. لكن من الملاحظ إن كان في تذبذب في المستوى في الفترة الأخيرة، كان في تباين في النتائج، شفنا مفاجأة بخسارة البايرن أمام أعتقد هولشتاين، ثم استعادته للروح والمكسب في الدوري الألماني في أكثر مباراة. هل تتوقع أنه حالة عدم الاستقرار إنجاز تعبير أو التذبذب دي من ممكن تأثر عليه في مشاركته في المونديال؟ أعتقد كما ذكرت حضرتك أن بايرن ميونخ ليس على كامل الاستعداد فعلا بالتأكيد، حظى على بعض الخسائر في البونسليغا والأداء ليس على ما يرام. لابد عليهم من العمل والكفاح من أجل العودة إلى مكانهم الطبيعي، أقصد العودة فنيا في الملعب للسيطرة ووجود الكيمياء ما بين اللعيبة. ولكن ومع ذلك ورغم ذلك ورغم كل الإصابات والتراجع الفني، بايرن ميونخ ما زال على قمة الجدول، جدول الدوري. طيب مهم كمان استغل وجودك معايا واكلمك عن تجربة توماس توخيل الجديدة في تشيلسي الانجليزي، والحقيقه كتير من الناس بتتوقع انها من الممكن انها تكون استنساخ لتجربة يورجن كلوب مع ليفربول. هل تتفق مع الرأي ده، وهل ترى انه عنده امكانيه انه يعوض اخفاقه نوعا ما مع بي اس جي ويقدر يحقق نجاح كبير مع تشيلسي ولا لا؟ نحن جميعا في المانيا في غايه المانيا كجمهور وصحفيين نتابع بشغف توماس توخيل ونتمنى له التوفيق. أعتقد أنه مدرب ممتاز، مدرب رائع، وأعتقد أنه قد يعود مع الوقت بتشيلسي إلى مكانه الطبيعي، ولكن هناك بعض الصعوبات من وجهة نظري. الفريق تشيلسي يحتاج بعض اللعيبة من أجل تدعيم الفريق فنيا من أجل عودة تشيلسي إلى مكانه الطبيعي. من وجهة نظري أعتقد توماس توخيل هو المدرب المناسب في الوقت الحالي لتشيلسي، وكما ذكرت حضرتك هو خليفة يورجن كلوب أو تلميذ يورجن كلوب. ولكن الأهم هنا
السرعة في العودة في عودة تشيلسي إلى مكانه الطبيعي هذا هو عامل وقت كما وضحت لحضرتك. بمجرد الإعلان عن تولي المسؤولية الفنية لتشيلسي ظهرت بعض التقارير والأخبار والأنباء اللي بتتكلم عن رغبته ومطالبته لإدارة النادي باستخدام مهاجم بروسيا دورتموند الواعد هالاند. إيه صحة هذه الأخبار من وجهة نظرك؟ هالاند هو لاعب رائع ممتاز، ما زال صغير في السن 20 سنة. هالاند هو لاعب رائع مهم جدا، أعتقد أن تشيلسي فعلا يتحدثون عن هالاند وعن أهميته للفريق، ولكن دعني أذكر لك أن هالاند يمتد عقده إلى 2024، ولابد على تشيلسي أن يدفع 120 مليون يورو من أجل خطف هالاند، ولكن ما لا أعتقد أن يكون هذا في هذا الصيف بسبب فيروس كورونا والأزمة الكبرى التي أحدثتها أزمة كورونا للفرق أجمعين. مارتن بولتمر الصحفي بشبكة فوكس الألمانية، طبعا بشكرك شكرا جزيلا. ده كان يمكن حوار أجرينات تكلمنا فيه عن استعدادات بقى البطل الألماني، اهتمام الجمهور في ألمانيا بمشاركة البايرن، وأيضا تغطية وسائل إعلام في ألمانيا لمشاركة بطل أوروبا في مونديال الأندية. فاصل ومستمرين مع حضراتكم في السادسة. برحب بحضراتكم مرة تانية، وطبعا كلامنا لسه مستمر على المونديال أو كاس العالم للأندية. والحقيقة أنه اللعيبة والجهاز الفني وموسيماني كلهم مقدرين المسؤولية وفاهمين قد إيه ده حلم كبير بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وأنه جماهير الأهلي بتتمنى تشوف النادي الأهلي في أفضل صورة ليه وأفضل أداء في مونديال الأندية، وهو بيواجه طبعا الدحيل القطري او ما بعد الدحيل القطري ان شاء الله. وبنأكد دايما انه قد ايه مباراه الدحيل اللي جايه مباراه مش سهله على الاطلاق، وطبعا يعني يمكن عامل الارض بيفرق جدا مع نادي الدحيل، ولكن عامل الخبره برده وان احنا عندنا عناصر قويه ده موجود في النادي الاهلي، ونتمنى ان احنا نشوف النادي الاهلي في افضل صوره ليه. هنتكلم اكتر عن البطوله مع كابتن احمد عادل، نجم من نجوم النادي الاهلي واللي كان متواجد طبعا مع النادي الاهلي في مونديال الانديه في اليابان. مرحبا بيك يا كابتن. اهلا بيكي، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، ومن الحلقات اللي انا بستمتع بيها طبعا. احنا انا كمان بستمتع جدا طبعا مع حضرتك، وخلينا نبدا معاك كده من المونديال ونبدا على طول من مباراه الدحيل، وشايفها ازاي فنيا؟ اكيد طبعا بحب ابارك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، واللي انا عايز اتكلم فيه برضو ان النادي الاهلي دايما بيمثل مصر في المحافل الدوليه. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر وبيلعب في بطوله من اهم البطولات على مستوى العالم، ان هو وصل كاس عالم الانديه. انا بشوف ان دي حاجه ايجابيه للعيبه، تحسب للعيبه وتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وتحسب للجهاز الفني، وبنشوف الاستقبال الرائع من جماهير النادي الاهلي في قطر، وزي ما بقول لحضرتك هو ده اكبر مكافاه واحسن مكافاه. كمان يا كابتن معانا صوره على الهواء من مقر بعثه الاهلي، ده دلوقتي بيحصل، ده اللعيبه هي رايحه التدريب طبعا، وبنتمنى طبعا ان هم يعني احنا شايفين قد ايه هم عاملين مجهود كبير من وهم هنا في القاهره. ويمكن دايما يا كابتن بقول انه موسيماني مذاكر كويس جدا الفريق، وكل ما بيكلمونا من هناك من البعثه بيقول لنا موسيماني قاعد 24 ساعه بيذاكر، لانه هو في الطياره ونزل من الطياره شاف الترحيب قال انا ما شفتش نادي في العالم عنده جماهير جوه وبره زي النادي الاهلي. ما عشان كده زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي لما بيصنف عالميا هو بيصنف من البطولات دي، بيصنف من حجم البطولات اللي بيقدر يحققها على مدار السيزون. وانا زي ما بقول دايما ان دي من اهم البطولات كدوري ابطال افريقيا، ان انت بتتربع على عرش القاره، ودي يعني اكبر مكافاه للعيبه وللجهاز وحتى لكيان النادي الاهلي ان انت توصل لكاس عالم الانديه وتلعب في أي بلد من البلاد. يمكن كانت ظروف صعبة لكأس عالم الأندية اللي كان في اليابان، فرق التوقيت ده كان مؤثر على اللعيبة بشكل كبير جدا، لكن البطولة إن هي تبقى في قطر وتبقى في مواعيد تتناسب حتى مع النوم بتاع اللعيبة، فكمان إضافة كبيرة جدا إن أنت عندك مجموعة من اللعيبة عندها المسؤولية وعندها من الخبرات ومن القدرات إن هي تبقى جديرة تحمل اسم النادي الأهلي
في احتفاليه كبيره ووصول لكاس العالم للانديه. اكيد طبعا ان شاء الله يقدروا. كابتن احمد عادل يعني شفنا اللعيبه معديه رايحين التدريب، كابتن علي معلول، كابتن مروان محسن، كل اللعيبه ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه، كله لابس الكمامه هناك يا كابتن. يعني عشان نوضح برضو للناس، ممنوع اي حد يدخل للبعثه او ان هم يقابلوا اي حد في اجراءات احترازيه على اعلى مستوى. يعني هي بطوله مهمه ان انت ما تفقديش حد، يعني طبعًا ما تفقديش حد من اللعيبه انه يحصل له مثلا فيروس كورونا، يجي له المرض او حاجه. لازم، لان انا بشوف ان لعيب النادي الاهلي دلوقتي هو ثروه حتى النفس وثروه النادي، ان هم يقدروا يحافظوا على اللعيبه بالشكل والاجراءات الاحترازيه دي. ده مهم جدا، لان البطوله انت محتاجه اللعيبه كلها، لان هي بطوله مهمه، مباريات قويه جدا، انت محتاجه كل لعيب كجهاز فني او مستر موسيماني، هو محتاج كل اللعيبه ان هي تبقى موجوده، وخصوصا انت في التوب فورم دلوقتي بتاعك كنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي. فمهم جدا ان انت كلعيب او كمسؤولين عن التنظيم ان انت تحافظ على اللعيبه دي، لان انت هتحتاج كل لعيب اكيد في المباريات اللي جايه، وخصوصا ان هي مباراه صعبه مش مباراه سهله. شايف فريق الدحيل قد ايه قوي، قد ايه فريق مواجهته في افتتاح مونديال الانديه صعب؟ هو اكيد كونك ان انت بتوصل لكاس عالم الانديه فانت اكيد كفريق قوي، زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي ان هو عنده مفاتيح لعب وعندهم طبعا كابتن بدر بانون خطوط قويه ان انت تقدر تهاجم بيها. اكيد فريق الدحيل برضو عنده من مفاتيح اللعب الكتير جدا، فريق قوي ان هو يوصل لكاس عالم الانديه، فهو عنده لعيبه ما عندها من الخبرات والمقدرات ان هي تقدر تتماشى معاه حتى تبقى ند قوي للنادي الاهلي. فاتمنى ان كل اللعيبه تبقى في حالتها، وخصوصا في المباريات الكبيره اللي زي دي. انا بقول دايما على طول ان مهم جدا اللعيبه وحالته يوم المباراه، مهم جدا ان اللعيبه تبقى في احسن حالاتها يوم المباراه. كابتن احمد، بمناسبه وولتر بواليا وان انت عشت الاجواء دي، وان هي اجواء يعني لو هنرجع تاني للحته الفنيه، بس عشان انت عشت الاجواء دي طبعا، وبيبقى في ضغط شويه على اللعيبه، بس في نفس الوقت بيبقى في احساس بالفخر ان انت بتشرف الكره المصريه والافريقيه، انت دلوقتي ممثل افريقيا والكره العربيه مع نادي الدحيل. وولتر بواليا يمكن الفترة اللي فاتت كان عليه شوية ضغط، أو أنت بقى قولي كلاعب كورة يعني تفسرها إزاي؟ شايف إنه وولتر بواليا إيه اللي مطالب منه أو المفروض منه الفترة اللي جاية؟ بص، ما تقدريش تقولي عليه ضغط بنسبة 100%، لأن أنت بتلعبي برضه بدون جماهير، وخصوصًا إن اللعب في النادي الأهلي هو مسؤولية كبيرة، إن أنت بتحمل اسم النادي الأهلي أو بتمثل النادي الأهلي أو بتلبس تيشيرت النادي الأهلي، وفي ناس كتير تقول لك تيشيرت النادي الأهلي هو تيشيرت تقيل. لأنه عليه مسؤولية كبيرة جدا، عليه تحقيق المكسب دايما، عليه تحقيق البطولة، فهو بيشوف دوت من مجلس إدارة النادي الأهلي، بيشوفه من الجهاز الفني، بيشوفه من الكابتن سيد عبد الحفيظ في على طول النادي الأهلي بيلعب على الأول. فده دي بتسبب ضغوط أكيد على اللعيبة، وخصوصا إن هو جاي من نادي الجونة ما كانش عليه الضغوط، لكن إن هو يبقى موجود داخل النادي الأهلي أكيد ده اللي هيساعده فيه اللعيبة إن هم يدخلوه في وسطهم بسرعه. وزي ما بقول لحضرتك، يعني اللي بيعدي من قدام سور النادي الاهلي بياخد بطوله، يمكن يعني هو لسه جاي النادي الاهلي وفي مباراه او مباراتين وصل كاس عالم الانديه، فدي ميزه النادي الاهلي. وانا شايف ان هو من مباراه لمباراه بيتحسن، يعني وولتر بواليا من مباراه لمباراه بيتحسن، واتمنى اللعيبه تقدر تساعده ان هم يخشوا وسطهم بشكل. طب انا عايزاك بقى تعلق لي على المشاهد اللي قدامنا دي كده، بيبقى احساسكم ايه وانتوا رايحين بقى التدريب، وانت في بطوله مختلفه تماما، بطوله انت بتتنافس فيها مع الانديه العالميه، يعني احنا بنتكلم المره دي على بايرن ميونخ. بس هي اجواء عالميه، يعني اجواء عالميه في الاقامه، اجواء عالميه في التنظيم، اجواء عالميه حتى في الاوتيلات اللي الفريق بيقعد فيها، حته التنظيم، حتى الباص بتاع النادي الاهلي ان هو يبقى موجود برده هناك، دي حاجه برده. الباص شكله حلو جدا، شكله حلو جدا، ودي اجواء دي اللي تخليك ان انت يعني تطلعي احسن حاجه عندك، تطلعي احسن حاجه عندك حتى في التمرين، حتى في المباريات، اجواء الملعب، لا حاجه فخر بجد. دي انا بشوف ان هي احسن مكافاه للعيبه النادي الاهلي، ان هي تتكافئ المكافاه دي ان هي تلعب في كاس عالم وسط الاجواء العالميه دي. ده يغنيك عن اي بقى فلوس، ويغنيك عن اي مكافئات ماديه، ويغنيك عن اي حاجه. دي حاجه بتضاف لتاريخ اللعيبه، وبتضاف لتاريخ الجهاز الفني، وبتحسب لمجلس الاداره طبعا، انجاز كبير جدا. انا شايف ان احسن حاجه في التنظيم بصراحه ان الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة. رئيس البعثة طبعا.
بتفرق قوي طبعا. الاسطوره محمود الخطيب يعني بقاله فتره دايما بيبقى رئيس البعثه حتى في افريقيا، حتى راح معاهم يعني تقريبا كل المباريات المهمه، وده بيفرق قوي مع نفسيه اللعيبه، يعني بيديهم حافز كبير قوي لما يبقى هو بنفسه موجود طبعا مع اللعيبه في المباريات المهمه دي والبطولات المهمه دي. هنا اللعيبه بتحس بالمسؤوليه، يعني بتحس بمسؤوليه النادي، بتحس بمسؤوليه الاهتمام حتى في النظام، في الالتزام، في المواعيد. على طول لما بنشوف الكابتن محمود الخطيب او ان هو يبقى مشرف عام على الكوره ورئيس النادي او داخل في الحته الحته الاداريه او الاشراف على فريق الكوره، دي حتى انا لعيب دي بتديني باور كبير جدا ان لا في اهتمام، في ان الكابتن محمود الخطيب معايا على طول في التمرين، معايا على طول في اي سفريه، فدي بيدي دافع كبير جدا للعيبه. وعشان كده يمكن الحمد لله النادي الاهلي على طول في الماتشات دي وفي المباريات دي وفي البطولات دي بيقدر ان هو يحقق انجاز كبير جدا، لانها منظومه متكامله. مجلس الاداره بيدي كل الصلاحيات للجهاز الفني ان هو يتعامل مع اللعيبه. ما في النادي الاهلي برضو اللي عايز اكد عليه ان مش هتلاقي لعيب بيكلم مجلس الاداره. اللعيب لعيب ومجلس الاداره مجلس اداره، الجهاز الفني جهاز فني، مدير الكوره مدير كوره. فهي الحاله التنظيميه دي اللي توصلك للبطوله. دي اللي توصلك لا ان احنا نشوف النادي الاهلي في كاس عالم الانديه، فهو دي المكافاه الكبيره. فهي نظام وسيستم داخل النادي الاهلي بيدار من خلال مجلس الاداره باحترافيه كبيره جدا، ان كل واحد مسؤول عن المكان اللي هو فيها. عشان كده بنشوف انجازات وبطولات في النادي الاهلي اكيد. لسه كلامنا كتير يا كابتن، هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عادل. والله يا ربنا معاهم ان شاء الله، ويبقى في تمثيل مشرف بالنادي الاهلي ويبسطونا وكلنا ثقه فيهم ان شاء الله. نشكر ربنا ونحمد ربنا ان احنا وصلنا له. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى، متى ما وصلنا الفرصه دي نمسك فيها بقى. فلازم الاهلي يقدم اداء رائع، عايز مزيد من التركيز، هو بيركز فعلا واداؤه عالي جدا، بس مزيد من التركيز ويبذل قصارى الجهد للحصول على نتيجه طيبه في الماتش ان شاء الله. ابطال دايما ودايما معودنا على الفوز، واحنا واثقين فيهم ان هم هيحققوا ان شاء الله البطوله، او على الاقل يعني مركز كويس جدا زي ما هم معودين. طبعا فخور ان النادي الاهلي يعني نادي يعتبر اوروبي، يعني نادي اوروبي بس بيلعب في مصر، هو يعني فخر لينا كلنا، بيلعب بطوله مهمه كانت يعني بقالنا كتير قوي ما رحناش كاس العالم للانديه، فرجعنا تاني، فدي مبسوط برده ان هنلعب ابو تريكه هناك وان شاء الله نكسب الدحيل، بعد كده نلعب بالبايرن. ربنا يوفقهم والله، ويعني هو ماتش هيبقى صعب الصراحه، وبعد كده ان شاء الله لو كسبنا لعب بايرن فربنا يوفقه. والله نتوقع ان هو يلعب على الاقل بالمستوى اللي هو سافر اللي لعب بيه قبل ما يسافر، يعني هو لو لعب بهذا المستوى ان شاء الله التوفيق هيكون حليفه. انا متوقع ومستبشر خير ان الفريق بتاعنا يؤدي اداء عالي جدا، يفكرنا بايام تريكا وبركات ويعيد الايام الجميله دي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. الفرقه مركزه والفرقه مستعده للبطوله دي كويس جدا، وطبعا هم كان مش اول مره للنادي الاهلي البطوله دي، يعني مش جديده عليه، وبيعرفوا ازاي امتى يخشوا في البطوله ويركزوا، وامتى يحتفلوا، وامتى يبتدوا بقى من الاول ان شاء الله ان هم يعملوا نتائج كويسه. والله هو النادي الاهلي دايما ما بيخذلناش، يعني بيجي يعني حتى بيبقى الماتش تحس ان هو هيضيع منه، بس بيبقى في امل ان هو في الاخر هيكسب الماتش. بطوله مش غريبه على النادي الاهلي، وهو المفروض ان هو متمرس على البطوله دي، ولعبنا فرقه تقيله كتير اكتر من كده بكتير، سواء على في المستوى الودي او الرسمي، وان شاء الله اتوقع الاهلي يؤدي اداء كويس جدا ومشرف ان شاء الله. يعني والله نتمنى من الله ان يكون ماتش كويس، ويادوا زي ما عودونا ان هم يادوا رجاله كده ان شاء الله، ويفرحونا ويفرحوا الشعب المصري كله ان شاء الله. ان شاء الله الماتش هيكون صعب، مش هيبقى سهل، خصوصا ان الدحيل جايبين لعيبه كويسه وكده، بس هي الفكره اللي هيحكم في الماتش الخبرات بتاعت لعيبه الاهلي، يعني هو ده الفيصل بيننا وبينهم. شيء يشرفنا ويشرف مصر كلها، وخصوصا بعد ما شفنا الاستقبال الجميل الكابتن محمود الخطيب وفريق النادي الاهلي في قطر امبارح،
طبعا كان شعور ما اقدرش اوصف الفرحه قد ايه والله، يعني احساس جميل جدا وكان غايب عننا بقاله فتره وحاجه احنا كنا منتظرينها من زمان، بس ان شاء الله يعني احنا املنا فيهم كبير واملنا ان احنا نوصل للنهائي كمان. فرحانه طبعا، فرحانه ان فريقي وفريق الاهلي طبعا بيشرفنا في البطوله دي، ويا رب يكسب ان شاء الله ويفرح كل جماهيره. طبعا احنا بننقل لحضراتكم يعني الصوره لحظه بلحظه دلوقتي، تحرك حافله الاهلي لملعب التدريب اليوم الثاني، ده التدريب الثاني طبعا من ساعه وصول البعثه لمونديال الانديه، الباص في طريقه لملعب التدريب علشان تقود اللعيبه التدريب. والحقيقه انه من الحاجات او الحاجات اللي بتوصل لنا دايما من زملائنا في بعثه المونديال انه امبارح موسيماني كان عامل تمرينه قويه جدا عن لعيبه النادي الاهلي، وانه كان في حاله من التركيز الشديد، حاله من التركيز في مباراه التحيل اللي دايما بناكد هي الهدف الاهم، هي الخطوه الاولى، وان احنا بناخد الامور خطوه بخطوه ودي المباراه الاهم. ومن الحاجات كمان اللي كانت مبهره او خليني اقول تدينا نوع من التفاؤل او ان احنا نبقى مبسوطين وفخورين بيها هي الروح اللي داخل النادي الاهلي. امبارح في تدريب النادي الاهلي كان في كلام بين وليد سليمان وولتر بواليا، طبعا حضراتكم عارفين ان وليد سليمان مصاب ومش هيكون مشارك في المباريات او مباريات مونديال الانديه، ولكن قعد شويه مع وولتر بواليا، قعد يتكلم معاه، يتكلم معاه من الناحيه النفسيه، انت قد ايه لاعب كبير، انت اضافه للنادي الاهلي، وانه بيحاول يكون معاه او بيعمل معاه او يديله من خبرته اللي هو شافه في النادي الاهلي. عشان كده كانت الناس كلها بتقول وكلنا كنا عارفين ومدركين اهميه تواجد او وجود وليد سليمان مع البعثه الحقيقه. امبارح كان التمرين قوي جدا، النهارده طبعا هم في طريقهم علشان تمرين اليوم الثاني، مهم جدا انه اول باول نعرف حضراتكم كل التفاصيل. يا كابتن احمد، لا حاجه جميله فعلا، يعني حاجه تحسب لكل المسؤولين عن قناه النادي الاهلي وعن وقناه النادي الاهلي ان هي بتنقل لكل جماهير النادي الاهلي او لكل جماهير مصر تحرك الفريق وهو رايح التدريب وهو رايح المباراه، دي حاجه بجد تحسب لقناه النادي الاهلي. و وزي ما بقول لك يعني دايما النادي الاهلي هو على طول سباق بالحاجات دي فعلا. وتعليقك على فكره انه وليد سليمان يبقى واقف في روح كده حلوه بين اللعيبه، واقف بيتكلم مع وولتر بواليا ويقول له قد ايه انت اضافه مهمه وانه شيل من عليك اي ضغوطات، وزي ما حضرتك قلت انه مباراه عن مباراه وولتر بواليا بيتحسن. هنا دور اللعيبه الكبيره، هنا دور اللعيبه المسؤوله اللي عندها مسؤوليه تحمل مسؤوليه مع لعيب زي وولتر بواليا. زي ما قلت لحضرتك من شويه، يمكن انا ما كنتش اعرف ان وليد قعد معاه واتكلم معاه، لكن كنت بقول لحضرتك هتلاقي في لعيبه عايزه تدخله وسط الفريق بسرعه. ده دور وليد سليمان، دور الشناوي، دور ايمن اشرف، دور السوليه، في بعض اللعيبه هنا عندك اوضه لبس قويه، عندك اوضه لبس. احنا عندنا في الكوره في حاجه اسمها اوضه اللبس، ان انت كل ما بيبقى عندك لعيبه بتتحمل مسؤوليه زي السوليه، الشناوي، ايمن اشرف، هتلاقي بطوله، هتلاقي ان اللعيبه الجديده اللي لسه جايه هي ما بتاخدش وقت عقبال ما تخش في الفريق. لما لكن دور كبير على وليد سليمان، وده مش حاجه مش غريبه على وليد. وليد تحس ان هو ابن النادي الاهلي فعلا، لعيب عنده مسؤوليه، لعيب حاسس بقيمه النادي الاهلي كويس، وده عليه دور كبير جدا. حتى لو ملوش دور في المباريات فهو ليه دور خارج الملعب، وده دور من ادواره، فدي حاجه مش جديده على وليد وعلى بعض اللعيبه الكبيره. اللي انا بقول لحضرتك ان النادي الاهلي دلوقتي بيملك اوضه لبس قويه، عندها لعيبه قاده تقدر تقود مسيره النادي الاهلي وتحقق انجازات كبيره جدا للنادي. كابتن، كنت موجود في مونديال اليابان وكنت بسألك على الفوتو سيشن او جلسه التصوير، كانت جلسه التصوير برضو حلوه، بس وقتها قلت لي ما كانش فيه السوشيال ميديا قوي. ما كانش فيه السوشيال ميديا زي دلوقتي، بس لكن كنا الفتره دي برضو كانت البدل والجرفطات ثانيه الكرافات بقى كانت عامله ازاي بقى؟ تخينه طبعا. تخينه جدا. كانت تخينه جدا، بس كانت موضه الفتره دي. أوه. انت عارف كل دي كانت اشيك حاجه. دي كانت اشيك حاجه زي دلوقتي كده، دي اشيك حاجه. لا كانت حاجه اجواء مختلفه. اجواء مختلفه، يمكن كان من اول الفرق اللي عملت كده كانت النادي الاهلي، موضوع البدل وان انت تروح دوري يعني بطوله زي كاس عالم الانديه وتروح ببدل ويونيفورم معين،
فدي كان حاجه النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي بيحاول ان هو على طول يخش في العالميه، يعني الحاجات العالميه ان هو بيقدر ان هو يوفرها للنادي، فدي حاجه بتبقى مشرفه جدا للنادي وللعيبه الموجوده، الجيل الموجود، وحتى للجهاز الفني بتحسب بحاجه كبيره جدا. يعني بقالنا فتره كده بنسمع يا كابتن خنقتونا بقى كاس عالم للانديه، وتحس كده في ناس داخله بس على قناه الاهلي او البيج او الصفحه بتاعتنا، ايوه بقى كاس العالم انتوا بتتكلموش غير عليه، ده كاس العالم ده مش بطوله مهمه، مش عارفه ايه، ناس فاضيه. ما هو هيبص لك، لان انت على طول انت سباقه بالبطوله، انت سباقه انت اللي بتاخدي نجم الشباك، النادي الاهلي هو بياخد نجم الشباك دايما. الصور السوشيال ميديا كلها مليانه صور لعيبه النادي الاهلي، لان هي زي ما بقول لك النادي الاهلي هو على طول بيمثل مصر في المحافل الدوليه والمحافل العالميه، هو بيتربع على عرش القاره الافريقيه والعربيه. فعلى طول انت هتلاقي البطل دايما هو اللي بينتقد، هو اللي بيتقال عليه الكلام، لكن هنا المجلس الاداره قافل على الفريق بشكل جيد، قافل على الجهاز الفني بشكل جيد، هنا يعني كل دي مهاترات. مجلس الاداره ما بصلهاش، اللعيبه ما بتبصلهاش، اللعيبه عندها هدف ان هي عايزه تروح تعمل اداء مشرف، تعمل نتيجه، هدفها اكيد ان هو يحقق البطوله، خصوصا في فرق قويه، لكن ده الهدف ده موجود عند اللعيب وموجود عند مجلس الاداره، واكيد وجود كابتن خطيب زي ما قلت لحضرتك هو هيفرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا، ان هو ينقل لهم الصوره دي. انت مش بعيد ان انت تلعب البطوله وتحقق البطوله، يعني مفيش حاجه بعيده عن ربنا، لكن بتعمل اللي عليك وبتأدي بشكل جيد، بتدافع عن تيشيرت النادي الاهلي وان انت عايز تحطه في مكانه كبيره جدا في البطوله، عشان كده هتلاقي اداء مميز من لعيبه النادي الاهلي، حتى لو في خساره او في تعادل او في اي نتيجه، لكن هتلاقي الاداء قوي جدا، لان اللعيبه الموجوده هي عندها ملكه ان انا عارف تيشيرت النادي الاهلي كويس ومقدر قيمته مع مجلس الاداره مع الجهاز الفني، فهتلاقي ان شاء الله اداء مشرف للنادي الاهلي. انت شايف ايه نقاط قوه مستر بيتسو موسيماني كمدير فني للنادي الاهلي؟ بص، هو عامل حاله داخل فريق هي من الصعب جدا على اي مدير فني. يمكن انا بسمع مدربين كتير جدا ان هو بيقولوا انا امسك النادي الاهلي اجيب بطوله، امسك لعيبه النادي الاهلي دي اجيب بطوله. طيب، لكن بالمناسبه قبل ما حضرتك تجاوب على السؤال، فعلا احنا كنا يمكن بنعرض في اول الحلقه انه في موقع في جنوب افريقيا بيتكلم على انه في هجوم فعلا كتير من مدربين في مصر على بيتسو موسيماني، وبيقولوا نفس الكلام اللي حضرتك لسه قايله ده، انه اي حد يمسك النادي الاهلي يجيب بطوله، وانه مش القوه مش في موسيماني وانما في النادي الاهلي. صعب جدا، صعب جدا ان انت بتمسك 25 لعيب نجم تقدر انت تسيطر عليهم، تقدر ان انت توجه الهدف بتاعهم على هدف واحد. صعب برضو داخل الفريق لما بتلاقي لعيب نجم او بيأدي بشكل جيد. انا بدي على طول مثل بياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم كان ماشي في احسن حالاته، جه بدر بنون صفقه جديده، مش هتلاقي لعيب بيعمل مشكله داخل الفريق. دي بترجع لكابتن سيد عبد الحفيظ، وبترجع لكيفيه التعامل من مستر موسيماني مع اللعيب، ان انت ازاي بقنعك ان انت قاعد احتياطي لزميلك. فهنا مع اي فرق، يمكن انا في الدوري الممتاز في مصر يمكن لعبت 13 سنه في الدوري الممتاز ولعبت في 9 فرق، على طول اللعيب اللي بيقعد احتياطي بيبقى فيه مشكله، مشكله ان انا عايز العب، مشكله ان انا عايز ابدا، وخصوصا ان النادي الاهلي واخد السوكسي على طول. النادي الاهلي بيلعب كل 3 4 ايام مباراه. فهنا ان انت بتهيئ ال 25 لعيب ان هم يقدروا يشاركوا في اي وقت، تهيئ ان اللعيبه في لعيبه ان انت بتلعب ب 11 و3 احتياطي، وفي ناس بره، وفي ناس بره خالص بره ال 18، فان انت ازاي بتوصل ان انت تتعامل مع ال 25 لعيب دول ان هم نجم، وفعلا هم نجوم، لما لبست تيشيرت النادي الاهلي وانت داخل النادي الاهلي فانت نجم وانت من احسن لعيبه في مصر، فان انت بتتعامل مع خمسه، دي حاله صعبه جدا. دي اللي كانت الملكه اللي عند مستر مانويل جوزيه. فمستر موسيماني ناجح بشكل كبير جدا ان هو يقدر يوفر حاله الهدوء اللي داخل الفريق مع نتائج ايجابيه مع بطولات، دي مش سهله على اي مدير فني. اي مدير فني اللي بيتكلم ده تعالى جرب، ومش هتستحمل تقعد 10 ايام من كتر الضغوط اللي عليك، من كتر الضغوط المسؤوليه، من كتر ضغوط اللعيبه النجوم اللي انت مش تقدر تتعامل معاها، ان يتقبل منك ان انت تقعده احتياطي او ما تقعدوش احتياطي. فدي هتمثل لك مشاكل كتير جدا انت مش هتبقى قدها. فلكن حاله الهدوء اللي بتبقى موجوده داخل الفريق، تشوفي بطولات، تشوفي انجازات، برضو المناخ اللي موفره مجلس اداره النادي للفريق وللجهاز، هتلاقي كل ده
بيلخص في بطوله في بطوله داخل الفريق. يمكن انا عشت ده بشكل كبير جدا داخل النادي الاهلي وحتى خصوصا مع مستر مانو والجوزيه. فانا شايف ان الحاله دي تحقيق البطوله ووصول كاس عالم الانديه فدي مش من فراغ ومش مع اي مدير فني ومش مع اي جهاز فني ومش مع اي مجلس اداره. مقومات البطوله لازم تبقى عندك كفريق مش الحاله الماديه بس. الحاله الماديه دي كم ناس بتصرف مليارات لكن ما بتشوفيش بطوله ما بتشوفيش طموح ما بتشوفيش انجاز. لكن الانجاز والطموح والبطوله هي مقومات عند مجلس الاداره وعند اللعيبه وعند الجهاز الفني. اكيد. بشكر حضرتك جدا كابتن احمد عادل، نورتنا وكنت مبسوطه بالحديث معك. انا اللي اتشرفت بحضرتك وسعيد جدا واتمنى النادي الاهلي يؤدي اداء مشرف يليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. مكملين طبعا قناه الاهلي يعني التغطيه الخاصه لبعثه النادي في المونديال، وبكره حلقه جديده من برنامج السادسه. شكرا ليكم.